اهلا وسهلا فيكم احلى متابعين مساء النور، ان شاء الله يا رب تكونوا باحسن حال. اليوم جبت لكم وصفتي مقابله رمضان. اليوم اخترت لكم الوصفه الاولى، هي كروكات البطاطس او اصابع البطاطس المقرمشه بطريقه جد رهيبه وناجحه معاكم، باش تنجح معاكم من اول الاستخدام لو تابعتوا ادق التفاصيل الموجوده بالفيديو. هذه شكلها من برا بدون جبن، تعتمد فقط على البطاطا، بتكون ناجحه وتكون مقرمشه من برا وتكون هذا اللون متاعها الذهبي، ومتتفتتش في الزيت وتحتفظ بالقرمشه متاعها حتى كي تكون بارده. هذا شكلها من الداخل، مكوناتها جد بسيطه، باش تكتشفوا هذا كي تشاهدوا بقيه الفيديو. والوصفه الثانيه جبت لكم سلطه الزيتون، جد سهله ومذاق متاعها روعه، باش تكتشفوا هذا كي تجربوها. مكوناتها بسيطه جدا، انا باش نكتب لكم طريقه الوصفتين على الفيديو من برا، باش نخلي لكم الطريقه بالتفصيل مع المكونات اسفل الفيديو بصندوق الوصف. واذا احتجتوا اي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا نجاوب اكيد. هذه طريقه قلي اصابع البطاطس، تكون متماسكه كي تشاهدوا فيها، ما تتفتتش في الزيت، وتكون بعدين تكون ناشفه من الزيت وتحافظ على القرمشه نتاعها. ان شاء الله يا رب تعجبكم اليوم وصفاتنا. واذا اول مره تشاهد قناتي انا سلمى محمود، نقدم اكلات مختصره ومختلفه من كل العالم. اذا عجبت قناتي ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات للكل، وخليكم مع ألذ وصفات رمضان. مشاهده طيبه وبسلامه.